ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهارده هنتكلم عن منحة رئاسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح إن إحنا كمؤسسة منح من كل الألوان بنوفر العديد والعديد من الخدمات، زي منح دراسية من مرور في الصين، خدمة تعليم على كورسات ودورات في هولندا، عقود عمل في أوروبا والسعودية، والعديد والعديد من الخدمات. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. خلينا نبدأ ورقة الله ونتكلم عن منحة النهارده. المنحة بتاعت النهارده هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الآسيوية القوية. طبعا أكيد كلكم بيعرف دولة ماليزيا وإنها مصنفة من أحسن الدول اقتصاديا وتعليميا أيضا، وبها العديد من الجامعات المصنفة من أحسن جامعات العالم. المنحة دي مقدمة من الحكومة الماليزية، تمام، اسمها International Malaysian Scholarship MIS، ومقدمة من الحكومة الماليزية. المنحة دي مفتوح لها التقديم الآن ومتاحة لأغلب المراحل الدراسية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه. يعني لو أنت في آخر سنة من البكالوريوس وخلصت البكالوريوس تقدر تقدم على الماجستير، لو في آخر سنة من الماجستير وخلصت الماجستير تقدر تقدم على الدكتوراه. طبعا متاحة لجميع الدول التقديم عليها. المنحة دي من مميزاتها إنها تشمل لك الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، مش بتدفع أي حاجة خالص بالنسبة للدراسة. كمان في 150 طبعا رينجت ماليزي بيتم توفير راتب شهري كبير جدا، تمام، عشان طبعا الرسوم المعيشيه بتاعتك والمعيشه بتاعتك بيتم توفير هذا الراتب. كمان طبعا بالنسبه للراتب هو تقريبا في حدود ال 1500 رينجت ماليزي، مش 150، في حدود ال 1500 رينجت ماليزي. والرسوم الدراسيه كمان كامله بالمكان. بالنسبه لشروط المنحه، يجب طبعا ان انت يكون سنك لا يتخطى ال 40 سنه بالنسبه للماجستير و 45 سنه بالنسبه للدكتوراه. المنحه دي مش مطلوب فيها شهاده لغه بشكل الزامي او ايلتس او تويفل او غيره، تمام. المنحه دي متاح ليها التقديم لحد 30 يونيو 2024، فلازم تبدا في عمليه التقديم من الان وتتبع التقديم خطوه بخطوه، لانك كمان محتاج انك تحصل على قبول من احد الجامعات الماليزيه، وده من ضمن برضه شروط المنحه، تمام. خلينا دلوقتي بقى ننتقل على الجزء الخاص بالتقديم ونشرح كيفيه تقديم المنحه دي خطوه بخطوه. ودي هنا القناه الخاصه بينا، هتلاقوا عليها جميع الفيديوهات الخاصه بالمنح الدراسيه اللي احنا بنعرضها، تمام. ودي ايضا مقاله المنحه بتاعه اليوم، فيها كل التفاصيل طبعا باللغه العربيه. مقدمه المنحه من حكومه ماليزيا، المنحه متاحه للماجستير والدكتوراه، المميزات الخاصه بالمنحه، كل شيء متاح هنا، الجامعات المتاح لها التقديم، مجالات الدراسه، كل شيء. وهتلاقوا في اخر المقاله رابط خدمات الاضافيه للناس اللي حابه تقدم من خلالنا. تضغط على رابط خدمات الاضافيه هيفتح معاكم وتشوف الخدمات بتاعتنا. مثلا لو حابين تقدموا على المنحه دي من خلالنا، تضغطوا على التقديم للمنح وتضغطوا على تقديم الان، هتفتح معاكم استماره التقديم، هتملاوا الاستماره دي وخدمه العملاء هتتواصل معاكم وترتب لكم كل شيء لمساعدتكم في التقديم على هذه المنحه. وطبعا تقدروا تصفحوا باقي الخدمات الخاصه بينا، تمام. طيب عشان بقى ندخل الموقع الرسمي للمنحه، نيجي نضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معانا الاعلان الرسمي. هيفتح معانا الاعلان الرسمي بهذا الشكل، تمام. وهتلاقي هنا ايضا عندك الهوم، هنا ده المنحه الدراسيه المتاحه، وهتلاقي هنا كاتب لك في المنحه الدراسيه اللي هي ماليزيان انترناشونال سكولرشيب MIS، وهتلاقي التقديم بدا من 31 مايو ومستمر حتى 30 يونيو 2024. وعشان تقدم للمنحه يبقى لازم هتدخل من هنا، تمام. هيطلب منك الاول رقم جواز السفر والباسبور بتاعك. طب لو انت مش مسجل على الموقع بتاع المنحه، لازم تروح تعمل ساين اب في الاول، لازم تروح تعمل تسجيل الاول على الموقع بتاع المنحه، وتختار الليفل ستادي بتاعك، هتختار دراسه دكتوراه ولا ماجستير، تكتب الباسورد، تحط رقم جواز السفر بتاعك، تمام، تحط الباسورد بتاعك، الايميل، تاريخ ميلادك والجنسيه بتاعتك، وبعدين تضغط على ريجستر، وبعدين ترجع هنا تاني لجزء الباسبورت نمبرز، تحط رقم جواز السفر بتاعك والباسورد وتضغط على لوجن. لما تضغط على لوجن الابلكيشن هيفتح معاك بهذا الشكل. اول حاجه في الابلكيشن بتحط اسمك، تحط تاريخ ميلادك، طبعا ده بيتكتب من البدايه، سنك في الوقت الحالي، الجندر بتاعك، تاريخ انتهاء الباسبور بتاعك، الجنسيه بتاعتك، الديانه بتاعتك، الحاله الاجتماعيه، العنوان بتاعك في الوقت الحالي، مقيم فين، الدوله اللي انت مقيم فيها، رقم تليفونك، رقم عنوانك الدائم زي اللي موجود فوق ولا لا، تمام، او عنوان البريد بتاعك، الايميل بتاعك، رقم التليفون بتحطه، كل ده بتكتبه. الامرجنسي كونتاكت في حاله لا قدر الله تعذر التواصل معك على البيانات اللي فوق، تحط بيانات مثلا والدك، والدتك، صديق ليك، وتكتب الايميل، تكتب العنوان بتاعه، وتكتب الدوله اللي هو مقيم فيها، بحيث لو لا قدر الله تعذر التواصل مع البيانات اللي كتبها فوق يتواصلوا مع هذا الشخص.
بعدين تضغط نيكست تخش على الخطوه اللي بعدها. تمام، هنا بيقول لي في ايرور لازم ارجع هنا اعمل لوجين من اول تاني، فانا هعمل لوجين هنا من اول تاني. تمام، وادخل بالابلكيشن بتاعي. تمام، وبعدين اكتب الباسورد هنا، وبعدين اضغط على كلمة لوجن عشان يفتح معايا الابليكيشن. هيفتح معايا الابليكيشن بالشكل ده، بعدين اضغط نيكست تخش الخطوة اللي بعدها. في الخطوة اللي بعدها هنا بيكلمك بقى هنا عن الاكاديميك باك جراوند بتاعتك. طبعا هتحتاج هنا تضيف الجامعات اللي انت درست فيها، حط بقى اسم الجامعة، تعمل اد من هنا. تمام، تكتب اسم الجامعة اللي انت درست فيها، التخصص اللي انت درست فيه، بدأت دراسة من امتى لامتى، او التاريخ المتوقع للتخرج، الدرجة العلمية بتاعتك، كل ده بتكتبه هنا. تمام، كل ده بتحطه، طبعا تحط كل التفاصيل دي هنا. وبيقول لك طبعا لو انت هنا الاكاديميك اند فينانش اوردز، لو انت خدت شهادات تكريم، خدت جوائز، عملت انشطه، كل ده بتضيفه هنا. بعدين بيقول لك هل انت مثلا هل عندك اي قضيه او شيء في دولتك، بتضغط على كلمه نو، بتخش على الخطوه اللي بعدها. في الخطوه اللي بعدها هنا بيكلمك على الليفل ستادي اللي هو الماستر اخترناه من البدايه، بيكلمك على الكليه اللي انت مهتم بالدراسه فيها. تختار هنا كلية مثلا تربية، كلية إدارة الأعمال، بيزنس، هندسة، شوف بقى الكلية أنت مختارها. وبعدين بيتيح لك تختار أكتر من ثلاث جامعات، يعني تشوف ثلاث جامعات أنت مهتم بالدراسة فيهم أو حصلت على قبول من أي جامعة من الجامعات دي وتضيفها. طبعا هنا لازم تكون في نفس الوقت بتقدم لجامعات ماليزيا، يعني هنا التقديم للمنحة من الحكومة منفصل، يعني لازم أنك تقدم لأحد الجامعات، ولما تقدم للجامعة تمام وتتقبل فيها طبعا بتملا الابلكيشن الخاص بالمنحه ايضا، او بتملاهم الاثنين بالتوازي. تمام كده، وطبعا ليك حد اقصى ثلاث جامعات تحطهم، وبتكتب الاكاديميك سيشن هتبدا من امتى، 2024 2025، اللغه الاصليه بتاعتك، بتعرف لغه الملاي اللي هي البهاسة ولا لا، اللي هي لغه ماليزيا يعني. عندك ايلتس او توفل ولا لا، هنا مش الزامي، لو عندك بتضيفها، مش عندك خلاص بتحط طبعا الاختيار نيكست، تخش على الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها بيكلمك على بعض المقالات، بيقول لك describe the reason for applying for this course related to your future career، اتكلم ليه انت مهتم بالدراسه في هذا التخصص وازاي هيفيدك في حياتك المستقبليه. طبعا ممكن تكتب الكلام هنا في شكل كتابي تكست، او ممكن تحطه في شكل ملف هنا PDF. تمام، هنا بيكلمك على المجال البحث بتاعك او البروجكت بتاعك، الريسيرش اللي انت عملته مثلا في البكالوريوس او الماجستير، الريسيرش بتاعك كان ايه، اسم الدكتور السوبرفايزر بتاعك، ريسيرش فاكولتي اللي انت عملت من معاها البحث او الجامعه اللي انت درست فيها. تكتب بقى عن المجال البحث بتاعك، البروبلم ستيتمنت، سيزيس، كل حاجه بتحطها هنا. تمام، وبعدين تضغط على نيكست تخش على الخطوه اللي بعدها. فالخطوه اللي بعدها هنا بيكلمك على التوصيات، مطلوب منك اتنين توصيات بحد اقصى. وطبعا احنا بنقول هنا ان التوصيات بتكون مهمه، توصيات اونلاين، يعني بتشوف شخص مثلا استاذ جامعي او شخص صاحب عمل اشتغلت معاه او حاجه، بتحط بياناته وبيوصله زي على الايميل بتاعه كده كويتشنير او مجموعه اسئله بيجاوب عليها، ان هو يعرفك من امتى، بيوصفك ازاي، هل شايف ان انت شخص مجتهد ولا لا، زي بيعمل كده توصيه او مدح فيك، وتحط بيانات الشخصين دول. هنا لو عندك بروفيشنال اكسبيرينس، لو عندك خبره عمليه، لو اشتغلت عمل مدفوع لاجر او غير مدفوع لاجر سابقا، مثلا عملت تطوع مثلا اي شيء، بتضيف بقى طبعا البوزيشن بتاعك ايه، اشتغلت ايه بالظبط، المتوسط السالري بتاعك، كل ده بتضيفه. تمام، وده لو عندك طبعا اللي هو الكيرنت جوب، لو انت بتشتغل في الوقت الحالي، وده هنا الباست جوب لو انت شغل عملته بالفعل. تمام، وطبعا دي اختياري مش اجباري، لو عندك بتضيفها، لو مش عندك خلاص بتسيبها فاضي. بعدين بنضغط على نيكست تخش على الخطوه اللي بعدها. فالخطوه اللي بعدها هنا بيقول لك بقى اضيف الاوراق بتاعتك. تمام، لازم بقى هنا تضيف الاوراق بتاعتك. اول حاجه بيطلب منك الابلكيشن فورم، الابلكيشن فورم وحاطط لك عليه من هنا، بتضغط على برنت وبتطبعه وبتملاه وبتضيفه هنا، يعني انت في ابلكيشن فورم لازم تملاه وتضيفه. تمام كده، طيب صوره جواز السفر بتاعتك. تمام، طبعا تضيف الشهادات الاكاديميه بتاعتك، كشف الدرجات بتاعك وشهادات التخرج بتاعتك. تمام، لو عندك شهاده لغه انجليزيه بتضيفها. تمام، لو مش عندك طبعا بتسيبها عادي. السي في بتاعك بتضيفه هنا. بقى في نقطه مهمه، حاجه اسمها الادميشن ليتر فروم ماليزيا يونيفرستي، طبعا لازم خطاب قبول من جامعه ماليزيه، لان احنا قلنا ان التقديم منفصل عن الجامعه، يعني لازم تشوف الجامعات اللي انت مهتم بيها وتقدم ليها وتتقبل منها، وفي نفس الوقت تقدم الابلكيشن المنحه وتتقبل فيه، وبعد كده الحكومه اللي هو ابلكيشن المنحه ده بيمول الدراسه بتاعتك في الجامعه.
فالجزء ده جدا مهم. الموضوع الادميشن ليتر فروم ماليزيا يونيفرسيتي مهم جدا، فممكن انك تلحق تقدم لاي جامعه ماليزيه الان وتاخد خطاب قبول منها، تمام؟ تاخد خطاب قبول من اي جامعه ماليزيه الان، او انك يعني مثلا تجيب اي اثبات ان الجامعه الماليزيه دي مثلا هتقبلك قريب او فيها قبول مشروط او غير مشروط. وطبعا هنا في 2 خطابات توصيه لازم تحطهم والريسيرش بروبوزال كده. دي بالنسبه للاوراق، وبعدين بتوافق على الشروط والاحكام، وبعد كده بتضغط على نيكست، وبعد كده بتعمل سبميت للابلكيشن بتاعك، ويبقى انت كده قدمت بنجاح على المنحه دي. كده دي بالنسبه للتفاصيل الخاصه بالمنحه، شرحنا كل شيء. اتمنى التوفيق للجميع، شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.